ونبدأ مع فريق النادي الأهلي اللي اختتم امبارح استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأدى اللاعبين فقرات بدنية خفيفة ومجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، واختتم المران بتقسيم كرة قوية بمشاركة الجميع. وفريق الإسماعيلي تعادل مع فريق القناة بنتيجة 1-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم في إطار استعداد الدراويش لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء اللي جاي في بطولة الدوري المصري. كمان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي خسر أمام فريق الترجي التونسي بنتيجة 25-21 في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة بالجزائر. وفريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي خسر أمام فريق بيترو أتليتيكو الإنجولي بنتيجة 24-19 في إطار نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر. والبطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش تأهلت لنهائي بطولة الجونة الدولية للسكواش واللي بتستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة ما بين 19 لحد 26 أبريل الجاري بقيمة جوائز مادية تصل ل 198 ألف دولار للرجال وزيهم للسيدات. فازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-1. كمان فريق روما نجح في الفوز بنتيجة 2-1 على فريق أودينيزي في المباراة المستأنفة بين الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ 32 لبطولة الدوري الإيطالي، وارتفع رصيد روما لـ 58 نقطة في المركز الخامس، توقف رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الـ 17. والبرازيلي فينيسيوس جونيور توج بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد في شهر مارس اللي فات بعد تقديمه أداء وأرقام مميزة على المستويين المحلي والأوروبي. خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أعلن بشكل رسمي استمرار تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني في منصبه خلال الموسم اللي جاي حتى 2025 لنهاية عقده.